I now call on the أعطي الآن الكلمة لسعادة ممثل الجزائر للتقدم بمداخلته الثانية في إطار حق الرد. شكرا حضرة الرئيس، سوف أتوخى الإجازة. أود أن أطرح سؤالين أطرحهما على أخي سعادة سفير المغرب. السؤال الأول هو: إذا كانت أراضي الصحراء الغربية لا أراضي ثابتة على هذا النحو، وإذا كانت ملكية المغرب، فلماذا محكمة العدل الدولية لم تعترف بذلك؟ ولماذا قبل المغرب أن يتشاطر هذه الأراضي مع جمهورية موريتانيا المجاورة؟ أطرح إذن هذا السؤال، لماذا قد يتشاطر أي مرء شيء يخصه ملكيته؟ السؤال الثاني: لماذا هناك خوف من الديمقراطية؟ لماذا هناك خوف من الاستفتاء؟ لماذا هناك خوف من المشاورات الحرة والنزيهة مع الشعب الصحراوي؟ إن بعثة المينورسو موجودة في الصحراء الغربية وهي تنتظر أن تحصل على تصريح من أجل تنظيم هذا الاستفتاء، وذلك لمصلحة المنطقة كاملة. شكرا حضرة الرئيس.